فخذ النصيحة من طبيب حاذق. معلومة طبية في دقيقة. بشكل خاص رح نتكلم الآن عن عمليات الماء الأبيض، وتسمى تفتيت العدسة بتقنية الموجات فوق الصوتية أو عمليات الفيكو. هذه العمليات تجرى بمساعدة الميكروسكوب الجراحي، حيث تكبر أجزاء العين الداخلية لكي تعطي المقدرة للجراح على عمل العملية بشكل دقيق. أجزاء العملية تتكون من سحب وتفتيت الماء الأبيض وزرع عدسة صناعية داخل محفظة العين. بشكل بسيط، عملية تفتيت الماء الأبيض تجرى بمساعدة الجهاز الفيكو ماشين، حيث يتم تفتيت أجزاء العدسة الصلبة الذي تكون فيها الماء الأبيض وسحبها، وبعد ذلك تزرع عدسة داخلية للعين. فخذ النصيحة من طبيب حاذق. معلومة طبية في دقيقة.